اي راسي. ما وحكينا البارح على وزير التربية في الحكومة الجديدة سي فتحي الجراي، قال لك ما عندي حتى مشكلة مع لبسة لوستيف، كل واحد حر في لبسته. المدرس اللي يجي مثلا لابس قميص افغاني انت قلت حر، هو حر بالنسبة ليك يعني، هذه حرية شخصية ما فماش مشكلة. الحريات الشخصية انا الحقيقة للأمانة معناها، لأنه ثم ناس تلبس لباس آخر بالنسبة للشخص اللي يلبس بالطريقة هذيك يعتبره لباس فاضح ولباس به وعليه، يعني ما نمنش باش ندخله أنا في بعض المسائل الشخصية التفصيلية. هذا الموقف نتاع السيد الوزير أول الجمعة، نسمعوا مليح الموقف نتاعو البارح. احنا بالنسبة للمدرسين نطالبوهم طبعا بزي موحد اللي هو الميدع البيضاء. قالك نطالبوهم المدرسين بالميدع، ونرفض أي شكل من أشكال اللباس الصادم أو معناها الخادش للحياة أو الذي يتضمن شحنات سياسية أو فكرية غريبة عن ثقافة المجتمع. ينسي جريش بك عمل دورة ب 360 درجة، وش هذا كلامك؟ يعني ما نمنش باش ندخله أنا في بعض المسائل الشخصية التفصيلية. هاو كم المرسى بدينا نقطفو، وموشد صحيح في موقفك وفي الرأي متاعك، ولا نزلوا عليك من فوق. وبالله ايش تقصد بلباس عنده شحنات سياسية؟ شحنات سياسية، شحنات سياسية في شوك بوليتيك. ها لازم كيما الشوك الكتريك. يا راسي توا باش نتعديو لعمكم الصحبي عتيق اللي تقلق برشا 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 من عملية إيقاف عماد دغيش. سيد رئيس عن ندعو إلى فتح تحقيق في كل هذه الحوادث، راهي قاعدة تتم بشكل معناه خطير وتنتهك فيها حقوق الإنسان. يا لطيف عندك الحق سي الصحبي، أنت هيك كبير لحقوق الإنسان. أما استنى سي عتيق، مش أنت اللي تحكي لهنا؟ من يستبيح إرادة الشعب يستباح في شوارع تونس. أبارامون سيتا سي الصحبي هذي، أون بلوس ماهيش بعيدة برشا على المحتوى نتاع الفيديو نتاع عماد دغيش. سوف نعود إليكم، والفيلم القاعدة يصير توا في أوكرانيا راو في البيت، وإن شاء الله مش تنفذ هنا، مش تهبط على كيفكم المجرمة هذا هو. ننتصر وسننتصر ولن نموت إلا بعد ما نقضوا عليك. واضح واضح هكا سي صاحبي توا هكا بتحطي نفسك في مواقف بايخة. أي يزينا من تونس توا باش نختموا مع الجزائر. وعبد العزيز بوتفليقة سيئة خرج يتكلم عمل الخطاب، عطاه كلمة تدرى شنية. تعرف وقتاش آخر مرة تكلم فيها بوتفليقة؟ نهار 8 ماي 2012، يعني عنده تقريبا 22 شهر. هاو البارح خرج يتكلم بعد ما أعلن الترشح متاعه، عمل ديسكور طويل حسنه يجيب النور 10 سكوند، هي طوله 10 سكوند، أما مفهوم وكليرينيت عطا فيه الرسمي في الرسمي واللازم في اللازم. ممكن السلام عليك أنا يا نفس الوقت نطرح النيف التشريح الرقم رسميا حسب المادة 74 دستور 32 قانون العضوي الانتخابات. سمعتوها؟ قانون العضوي الانتخابات. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. فهمتوه مليح؟ قانون العضوي الانتخابات. شبيكم علينا ما فهمتوش؟ ركزوا مليح، كل شيء باين. الرقم رسميا حسب المادة. لا واحنا مشنا فاهمين علاش في الجزائر برشا ناس معرفة ترشح تاع بوتفليقة. سي با بوسيبل. هك ولا سي عبد الملك سلام؟ ماناش فاهمين. دوك واحد حب يترشح يقولوا له ما ترشحش، نروحوا نشوفوا في دول أخرى. كلامك صواب سي سلام، في كاع بلدان تصير كيما هكا. في ألمانيا مثال راهو العهد الثالثة، ممكن تزيد الرابعة، ممكن تزيد الخامسة، وعلى هما خير منا. هاو الكلام الصواب، حد ما هو خير منا. اي 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 راسي بابارازي.